السلام عليكم ورحمه الله ازيكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهارده هنعمل سينية كفته هتنسينا عمايل الكفته العاديه وبنص كيلو لحمه مفرومه وشويه اضافات هتخلي الكفته معانا اقتصاديه وموفره وعلى قد الايد شايفين جمال الصينيه ولا الطعم الطعم تحفه ولا الصوص ده هيتاكل قبل الكفته تتاكل بالعيش البلدي يتعمل جنبها شوية رز أبيض شوية رز بشعرية كده أو كده أهم حاجة الطعم قلت الطعم خطير الطعم تحفة اللي يتفرج على الفيديو لايك وشير كتير واللي مش مشترك أتمنى يشترك يلا بينا نشوف هنعملها ازاي نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة أفضل السلام نص كيلو لحمة مفرومة هنضيف عليها حبة بطاطس وتكون مبشورة بصلاية كبيرة مبشورة وعصرهم من المية بتاعتهم وده قرن فلفل احمر وبشرة بردك يا حبايبي توابل بتاعتنا معلقه صغيره ملح كزبره ناشفه بابريكا فلفل اسود وبهارات بهارات لحمه سبع بهارات براحتك كل ده هيتقلب مع بعض وهضربه ضربه في الكبه ضربنا في الكبه شايفين اللحمه نعمت معايا كل المكونات بقت خليط واحد هسيب اللحمه قيمه ربع ساعه في التلاجه وهصبها ولا بسيخ ولا بقلم ولا بأي حاجة الصوابع العادية اللي طول عمرنا كنا بنصبحها بالشكل دوت يا حبايبي طريقتها سهلة وبسيطة أصبحها كلها بالشكل دوت لو أي حد عايز يعملها وما يضيفش عليها حبة البطاطس أو قرن الفلفل ويحط البصلية بس مبشورة براحته لكن بصراحة إضافة البطاطس كترت الكمية هي دي الكميه بتاعه نص كيلو اللحمه هنجيب طاسه او صينيه نزلت فيها بمعلقتين من الزيت وحته زبده الماده الدهنيه حسب الرغبه عايزه تحمريها بسمنه بس براحتك هتعملي زي حته الزبده لازم معاها شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش معانا هننزل بالكفته واحده واحده عشان نحمرها تحميره بسيطه عشان هي لسه هتاخد بقيه سواها في الخلطه اللي احنا هنعملها اتمنى حبايبي تجربوا الوصفه دي هتبطلوا تعملوا طريقه الكفته العاديه بتاعتنا بصراحه عجبتني جدا تحفه ما حدش الا ما قال لي ايه الجمال ده بنقلب كده في الكفته واحده واحده لغايه الكفته ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده وهنشيل الكفته كل صباع بصباعه ما حاجه فكت معانا عشان ما يقول اضافه البطاطس هتفكك الكفته في نفس الصينيه هنزل ببصلايه مقطعاها طرنشات هقلب فيها لغايه ما تدبل حاجه بسيطه في الوقت ده هنزل عليها بقرنين فلفل مقطعاهم قطع صغيره اي فلفل عندك رومي حامي براحتك هقلب تقلبتين واحط فصين توم مهروسين بيدوا طعم للصينيه حلو جدا هنزل عليها بمعلقتين صلصه صلصه معلبات أكون محضره ثلاث حبات طماطم ومقطعه مكعبات صغيره هنقلب تقلبتين ما نسيبش الصينيه لغايه ما نلاقي الطماطم دبلت حاجه بسيطه معانا هننزل عليها بمعلقه صويا صوص او دبس الرمان لا معلقه من ده لا من ده في الوقت دوت انا هزودها حبة مية نص كوباية مية او كوباية مية لو حبة السوس يبقى كتير معانا نزلت بالملح هضيف عليها معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بهارات او سبع بهارات في الوقت ده هنزل بالكفتة افردها كده في الصينيه بصراحة في الوقت ده لقيت الصوص او المية بتاعتها مش كتير جبتي نص كوباية تانية على نص الكوباية الاولانية وهغطيها وهوطي عليها قيمة عشر دقايق بصوا جمال السنية تحفة تحفة ايه طعم خطير اتمنى تجربوا الوصفة هنعمل بقى جنبها شوية رز ابيض يلا بينا نزلت بمعلقة زيت وعليها معلقة او معلقتين زبدة بردك براحتك بسمنه بزيت براحتك اتقادحوا معانا كنت غسلة الرز ونزلت بيه انا هعمل رز ابيض عايزه بقى تعملي حبه رز بشعريه براحتك هنقلب الرز كام تقليبه كده لغايه ما يتشرب من السمنه او الزبده اللي احنا حاطينها هضيف عليه الملح وهقلبه تقليبه واكون في الوقت ده مسخنه ميه بتغلي وهنزل بها على الرز بنغطي الرز بالميه قيمه عقله صباع انا بصراحه عمري ما عايرت معير للرز قلبت تقلبتين وهغطيه مفيش خمس دقايق هتلاقيه شرب وبقى فيه حبه ميه بسيطه جدا هتوطي عليه ربع ساعه بالكتير وهيستوي معانا تعالوا بقى نغرف الرز ونشوف الكفته بتاعتنا حلاوه الصينيه شكلها يفتح النفس ايه رايكم بذمتكم شكلها بس لوحده يجوع بصوا جمال الكفته تحفه الوصفه دي اتمنى تجربوها ليه اللي معملهاش قبل كده واللي عملها على عنا وراسنا السوس ده اتاكل قبل الكفته وحبه الرز الابيض جنبها تحفه وآلف هنا وشفا على الكل اتمنى اللي يتفرج على الفيديو ما ينسانيش لايك وشير كتير واللي مش مشترك اتمنى يشترك يا حبايبي فضلا وليس امرا واوعوا تنسوا اللايك اللي دايما بتنسوه اسيبكم في رعايه الله